موعدنا اخواننا وشعبنا بوعد هو اعتماد معيشتكم وحاجتكم ورفاهيتكم ورقيكم. نحن معكم ما بنختلف ابدا، بنجر بعضنا بعض وبنستعين ببعضنا بعض على كل ما هو يفيد المواطن واجيالنا ووطننا ويرفع مستوانا. سنبقى مستمرين مجتهدين في كل ما هو يسعدنا جميع، نحن وأخواننا وأبنانا، ويبني كذلك مستوانا ويبقى بنانا. هذا هو طريقة في قوة وفي استهار وفي تقدم. المصير واحد، والحرص واحد، والمصلحة واحدة، والسعادة واحدة.